فضيلة الشيخ، ايضا الاخت ام احمد تسال عن المظالم، تقول لعل انسان ظلم انسانا ما، فكيف يتخلص يقع منها؟ هذا من نعم. من ان يقول في دعاء: اللهم ما كان لك من حق فاغفره لي، وما كان لغيرك من حق علي فتحمله عني. يا الله. اللهم ما كان من حق لك فاغفره لي، نعم. وما كان من حق لغيرك علي فتحمله عني. هذا واحد. الحالة الثانية أن يغلب على الظن أنه ظلم زيدا أو عمرا ولا سبيل إلى الوصول إليه، نعم. فيكثر من الاستغفار له والصدقة عنه، نعم. لعل الله يمحو.